رئيس أردوغان يقول بأن بلاده لن تعاني في الشتاء المقبل كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أعتقد لأن تركيا تربطها أيضا خطوط غاز مختلفة، ربما في هنالك خط غاز باتجاه إيران، كذلك أيضا هنالك هنالك التقاء جغرافي ما بين كل من العراق وإيران، العراق وتركيا. من الممكن أن يكون هنالك إيجاد بدائل، بينما الاتحاد الأوروبي هنالك مسافات طويلة ولا يوجد هنالك خطوط نقل للغاز إلا عن طريق سوريا، وسوريا حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك خطة أو حل أو ماهية حل من الممكن ان ينجز في الايام القليله القادمه، لذلك لا يوجد هنالك بدائل سوى استخدام البحر الابيض المتوسط لخطوط انابيب غاز او من اما من جمهوريه مصر العربيه او من دول اخرى عبر الجمهوريه العربيه المصريه. وحتى هذه اللحظه البنك الدولي لم يوافق على عمليه تمويل تلك الخطوط، لذلك اعتقد بان عمليا الازمه ربما قد تكون اوسع من هذا النطاق، وربما قد يكون الخيارات البديله هي عمليا نقل الغاز المسال القطري وغيره عبر ناقلات نفط خاصه، ناقلات غاز خاصه منها واتجاه الاتحاد الاوروبي، لذلك اعتقد ان تركيا لن تكون بذات التاثير او ذات التاثير في حال انقطاع الغاز الروسي عنها، كذلك ايضا انقطاع الغاز لديها خيارات بديله ربما قد تختلف عن باقي دول الاتحاد الاوروبي، لذلك اعتقد بانها لن تكون ضمن نطاق المتاثرين بهذه الازمه في حال ان حصلت وهنالك متغير في الداخل الجغرافي الاوكرانيه.